يستعد المرشحون والكيانات السياسية في محافظة كربلاء لخوض المنافسة الانتخابية على 11 مقعدا انتخابيا ضمن 244 مركزا انتخابيا في المحافظة، مرغبون عن منظمات مدنية وإعلاميون وجهوا دعوات للاستمرار بالمنافسة الانتخابية المشروعة من أجل عدم التأثير على الناخبين. مآثر طالب والتفاصيل في التقرير التالي. أكثر من 100 مرشح عن الكيانات السياسية ومستقل مسجل في كربلاء يستعد لخوض المنافسة الانتخابية على 11 مقعد انتخابي ضمن 144 مركز انتخابي أكمل فيهم مكتب انتخابات كربلاء النسبة الأكبر من الاستعداد. تواصل مكتب انتخابات كربلاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بجملة من التحضيرات الإجرائية، أهمها هو الاهتمام بتوزيع بطاقة الناخب التي بلغت نسبة توزيعها إلى أكثر من 91% والباقي الغير مستلم هو 9%. كما تعرفون أن محافظة كربلاء قسمت إلى ثلاث دوائر انتخابية، 114 مرشح سوف يتنافسون على 11 مقعد. بالنسبة لحصة الرجال سوف تكون 83 للرجال و32 للنساء. مراقبون عن منظمات مدنية وكيانات سياسية ووسائل إعلام وجهوا دعوات للاستمرار بالمنافسة الانتخابية المشروعة، فيما أكدت جهات رقابية أخرى رصدها خروقات تتعلق بالعنف الانتخابي. احنا بمحافظة كربلاء يعني شوية عانينا من مسألة الزيارة الأربعينية والانشغالات الإعلاميين بالتغطية الإعلامية والزامنت مع قرب الانتخابات 2021، فنوعا ما مكتب كربلاء وقيادة الشرطة يعني ما قصروا في إيجاد التسهيلات المناسبة للإعلاميين في سبيل أنه يكون مشاركة أكبر عدد من الإعلاميين في هذه التغطية الإعلامية. الانتخابات اليوم هناك تنافس، هناك بعض الخروقات من قبل المرشحين، لكن نتأمل إن شاء الله بمستوى أعلى من هذا التنافس، إن شاء الله بتنافس شريف يكون. احنا علينا اليوم كمنظمات مراقبة العنف الانتخابي، كذلك مراقبة يوم الاقتراع، الاقتراع الخاص، ومراقبة كل ما يدور حول الانتخابات وآلية العمل المفوضية، كيف تدار عملية انتخابية، وإن شاء الله أن كذلك نتأمل بمشاركة واسعة. الشارع الكربلائي بات هو الآخر منقسم إزاء الإقبال على الانتخابات من عدمه، فيما اشترط غالبية الكربلائيين أن تحقق الانتخابات المقبلة خارطة طريق جديدة باتجاه إنهاء المعاناة المتكررة. نلاحظ الشارع بصورة عامة بعده بين تردد وبين إقبال وبين تخوف، لكن كملاحظة عامة نشوف أنه هسه حاليا الجمهور عنده فرد توجه نحو الانتخابات، وأكو فرد نظرة مختلفة صارت عن الانتخابات السابقة. بنفس الوقت نشوف أكو وجوه جديدة هواي انطرحت رغم وجود يعني الكتل السابقة، لكنه التنوع اللي دا نشوفه حاليا. وتأتي هذه الاستعدادات النهائية قبيل أيام من انطلاق العمليات الانتخابية المقبلة في كربلاء كحال أغلب المحافظات، على أمل أن تحقق شيئا من التغيير في الخارطة السياسية الراهنة. لقناة الرابعة مآثر طالب، كربلاء المقدسة.